وين حاطة القهوة؟ بالمبلية لكان امشي. راحت عليك يا حماتي. كيف لك تضبطني من بيتها؟ أنا بورجيك يا أم علي. خفيها يا أم زور، خفيها. ايه ماشي ماشي. حتى عن وشك تأخرت مصفة الرقبة. لنشوف مين على الشباك. يلا ولاد ناس، شو جابك عند هاي؟ اسعي هيك. تذكري أم علي؟ شو أتذكر؟ لما رحنا لعند أم عبد الله. مين أم عبد الله؟ هلا ما تعرفي مين أم عبد الله؟ لا ما بعرف. أم عبد الله السحارة. شبكت البكسي لما سوينا السحر لدلال شريط لها ابن عمه. شوفي مرت عمي اكل القطة لسانك. ليش شكتي؟ الله يوفقك يا ام زهور، لا تقولي لابني. وهلا شو؟ تسكتي عني بسكت عنك. ام زهور راح تقول لابن عمي انا حامله حمل كذابي لا تنحل مشكلتي، وانتي ما راح نجيب سيره عن السحر. شو استبينا؟ استبينا. ما بدك شبي بالحلوان الصلحة؟ أنا أم زهور عيني. ورجع كل شي محله مشان ما نتعب اهل ترتيب الاغراض.